فريق الرجاء الرياضي الحمد لله دائما كاين في الموعد، فجات بعثات رفيعة المستوى تتمثل المكتب المديري بس استقبل فريق الزمالك، وهذا الشيء ماشي غريب على المغرب وعلى المغاربة وعلى فريق الرجاء الرياضي، فهذا الشيء درناه مع جميع الفرق اللي تجي المغرب. وفيما يخص المقابلة فحنا تنعرفوا الواقعية والبراغماتيكية واللعب الجماعي إلو جو دو روكو ديال الفريق المصري الفرق المصرية. فالسلامي واحد المدرب ذكي جدا، تيعرف قوة لي بوان فور لي بوان فيبل ديال الفريق، راه تيوجد الفريق ديالو باش إن شاء الله نكونوا في الموعد، لأن هذه المقابلات ما تتلعبش غير في الذهب، تتلعب في الذهب والإياب، باش نكونوا في موعد نهار الأحد والسبت المقبل، نهار السبت يمكن 24، وإن شاء الله نتمناو أن فريق الرجاء ينتصر في هذه المقابلة وندوزوا لا فينال.